السلام البنات، مرحبا بكم مجددا في قناة عالم غيتا. نتمنى أولا تكونوا بألف صحة وعافية. اليوم غنشارك معكم جوج الوصفات لتبييض الوجه من أول أسبوع. غيكون عندي العناصر. بالنسبة للوصفة الأولى، العنصر الأساسي هو الكركم. بالنسبة للوصفة الثانية، العنصر الأساسي هو الأرز. إذن غنبداو بالوصفة الأولى، فيها الكركم. غناخدو ملعقة كركم زائد ملعقة حمص مطحون. بالنسبة للكركم هضرت عليه سابقا، يبيض البشرة ويزيل التصبغات الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس، وكذلك التخلص من البقع الداكنة. عندي هنا أصفر بيضة، أصفر البيض ينقي البشرة وتخلصها من الشوائب موجودة فيها، وهو من المواد الطبيعية. إلى زناه مواد أخرى طبيعية مثل دابا الكركم والحمص، يعطينا تساوي هذوك الكريمات الموجودة في المحلات التجارية اللي تتكون بأثمنة غالية. نزيد ملعقة عسل طبيعي، العسل يرطب البشرة تخليها ناعمة ومشرقة. خلطو مزيان. هنا غنزيدو ماء الورد، خلط لنا بالنسبة لهاد الوصفتين، يعني وجدت لكم اليوم بجوجهم، عنزيدهم واحد عنزيدهم عصير بطاطس. تاخدوا بطاطس عتحكوها وعتصفيو هذاك الماء ديالها، هو هذا. وانا ها هو عصرته وزدتو بعض القطرات من عصير الحامض. انا ضد الحامض في فصل، يعني متى تكون الشمس كثيره، ولكن دابا حنايا غير جالسين في الدار، الاغلبيه جالسين ما تيخرجوش، ما فيها باس نتهلاو في ريوسنا ونديروا بعض القطرات من الحامض. ها هو عصير بطاطا، شويه شي 3 ولا 4 القطرات تاع الحامض غنزيدهم حتى هما هنا مع هذا الخليط. حركوا مزيان. هاد الخلطة نستعملوها على وجه نقي، نغسلوه بغسول الوجه، أحسن يكون غسول طبي. حكم سيان ونخلوها، نستعملوها في علبة زجاجية ونخلوها في الثلاجة لمدة 7 أيام. من بغو نستعملوها نخرجوها، نخلوها ترجع الحرارة ديالها تولي ديال حرارة المطبخ، عاد نستعملوها. إذا ها هي قنينة الزجاج ديالنا، نعملو الوصفة. صافي، نسدو العلبة الزجاجية ديالنا ونعملوها في الثلاجة. بالنسبة للوصفة الثانية،
هنا ملعقة أرز، الأرز يخفف من علامات الشيخوخة ويقضي على التجاعيد ويحفز إنتاج الكولاجين ويحافظ على رطوبة البشرة. عندنا هنا ملعقة نيدو حليب خبرة، أنا دائما تنستعمل عسل طبيعي ترطب البشرة مزيان، تعجبني دائما تنستعمله. هاد الوصفة هنخلطها بهاد ماء بطاطس الوصفة ديال الأرز. من أفضل وصفات تعجبني نستعملهم هما الوصفات اللي تيكون فيهم أرز. خلطو مزيان، حتى هي نفس الشيء، خليوها 7 أيام في علبة زجاجية في الثلاجة، نخرجوها تاخذ حرارة المطبخ ونستعملوها على وجه نقي. خلوها حتى الوصفة الأولى نسيت ما قلت لكم، خلوها 30 دقيقة حتى تنشف لينا على وجهنا، ومن بعد نغسلو بماء دافئ ثم نكرر بماء بارد لتفتيح المسام. هاي الوصفة ديالي مجدات، نعملوها دابا في قنينة زجاجية. انا عندي هادو كبار، يمكن لكم تستعملو نتوما غير وحدين صغار. ها هي الوصفة الثانية وهذه الوصفة الأولى. إذا حبيباتي كان هذا هو الفيديو ديالي اليوم، إلى عجبكم نتمنى أنكم تشتركوا في القناة وتدعموني وتعملوا لايك، ونشوفكم مرة قادمة إن شاء الله.